ايوه يا حاج. تشتغل هناك يا حاج؟ انا متقاعد بكفي اللي اشتغلناه. اشتغلنا في معمل العسيس في نابلس، ما كله العسيس. اشتغلنا فيه ببلاش، بس نشرب كاسة ايش اسمه كزازة عصير ببلاش. بعدين انت خلصنا المدرسة وطلعت على قطر، اشتغلت 8 سنوات. في 67 لما صارت حرب 67 طلعت من هناك، لانه صار عندنا هناك في كل اسبوع يصير تسمم في الدوحة في منطقة، لانه كان الشباب متحمسين يروحوا يحرروا فلسطين ويدافعوا عن فلسطين. وسارك الحرمين وجماعته حصروهم في هناك وسقطت البلاد، وهم محصورين مش قادرين يطلعوا لا يصلوا الأردن ولا يحرروا فلسطين. ورجعوا بخف أي حنين. ساعتها قدمت استقالتي ومنها إلى أمريكا. شو بتعمل بأمريكا؟ هلا متقاعد الحمد لله. اشتغلنا وشرينا بيوت في هذاك الوقت، عمارات الحمد لله، عايش على أجرات. عايشين على عاشور الاجراءات. ايوه راح ترجع يعني على امريكا؟ نعم راح ترجع على امريكا. انا باجي على داري على بلدي على وطني سياحه، بيعطوني سياحه 3 شهور يعني مقيد. بس في صورتي عبد الله صورت هناك، كنت يوم من الايام ماشي في الشارع على ستاتن ايلاند والا سرب 30-40 حبشي يقطعني الشارع. طلع هيك وانا في السيارة، السيارة اللي من هناك وقفت، السيارة اللي من هناك وقفت، السيارة اللي من هناك وقفت، وانا واقف. فقطعني الشارع بحرية. شو كتب موضوع الفيلم؟ اتمنى من نتنياهو اتمنى للشعب الفلسطيني الحرية كما هي حرية الحبش في امريكا. بس ابو رشاد حط عطور، حط عطور بكوربان. يا اولد سبايس بكوربان. شو ربان؟ بس اسمه بكوربان، اسمه بكوربان، بشتغل عطر انا. ولون عين كنيته خضراء، على خضار جاي على خضار وغطاتها زرقاء. قديش تبيعوها؟ تصبح حوالي 180-250 هيك. شو 150 شيكل؟ امبارح رحت عند الشقعة صلي على النبي، بده 470 شيكل. انا بشتريها من صيد الخاص. انا بشتريها من المطار اللي في حق مفروض. انا اشتريتها من طرف واحد بيادي، وصلته على جبهه ب$100 بس بإسرائيل. وهكذا من جد وجد. عبد الله من جد وجد. منين الإخوان؟ ما عرفتوناش على حالكم. احنا من تلفزيون السلام، اول تلفزيون فلسطيني بفلسطين. احنا صحفيين من اي من ام كرم. من 92. ما شفتوا افلامي في طول كرم ولا 30-40 فيلم؟